اهلا بيكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامجكم مصر احلى. النهارده اول شعبان، طبعا ربنا بيكرمنا. طبعا في كل جمعه كده احيانا بيحصل بيكون في عيدين مع بعض، وان احنا من ساعه ما قلت لكم ان احنا بقينا يعني بقينا يوم الجمعه، فدايما يوم مبارك علينا باذن الله دايما يا رب. النهارده اول شعبان، كل سنه وحضراتكم طيبين، يا رب يبارك لنا في شعبان ويبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا رب، ويرزقنا فيه حسن العمل، ويرزقنا فيه الصيام والقيام وتلاوه القران يا رب، ويرزقنا فيه نفع عباده يا رب، امين. وفرصه ان احنا قدامنا النهارده بنتكلم عن اول شعبان، يعني قدامنا شهر، يعني بيبقى دايما بنذكر انفسنا ان احنا نتدرب بقى، يعني اللي عنده صيام صعب، اللي بتبقى عليه عباده تقيله شويه، دايما بيبقى قبلها بيحاول واحده واحده كده. فهو عندنا فرصه في شهر شعبان، اللي مثلا بيبتدي بيبقى الصيام بالنسبه له في رمضان صعب شويه، يبتدي مثلا يصوم يوم ويومين قدر استطاعته. طبعا خاصه ان احنا ممكن نضرب ده عشان يبقى بعد كده يعني نرقى ان احنا نصوم صيام الجوارح، اللي يعني ده هو افضل الصيام عند ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يتقبل منا جميعا يا رب. نتدرب شوية برضو على حسن العمل، نتدرب على ان احنا يكون نحط كده بلان، خطة لينا ان احنا في رمضان ان شاء الله السنة دي ناويين نعمل ايه. ان شاء الله في رمضان السنة دي مثلا هنطلع صدقة قد كده ونحطها نية لله. على فكرة يعني حتى الظروف الاقتصادية، كنت بتكلم مع حد امبارح اما بنتكلم عن ظروف صعبة وكده، بقت كتير من المؤسسات او كتير من الحالات اللي احنا بنشوفها مشكلة، ان احنا لقينا التبرعات بدأت تقل في الفترة الاخيرة، ويمكن ده مفهوم خاطئ، او يعني الناس مش فاهمة ان انت لو انت عايز ربنا يبارك لك في رزقك، عايز رزق زيادة تصدق. يعني تخيل بقى ان انت متخيل كله، اذا كان في البعض منا متخيل ان هو لما يطلع من اللي معاه اللي هو القليل ده هيأثر معاه، وممكن يعني يدوب اللي جاي على قد اللي رايح. كلنا عارفين الظروف اللي احنا بنمر بيها جميعا، ولكن اذا كنا عايزين ان احنا يكون رزقنا اوسع، اذا كنا عايزين ربنا يبارك في رزق ده، فانت دور على صدقه تديها للمحتاج والمستحق، وشوف ربنا سبحانه وتعالى هيزيدك بايه وهيربي عليك صدقات بايه. وده كلام ربنا سبحانه وتعالى وكلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ما عندناش وقت طويل ان احنا نتكلم في الجزئيه دي، ان شاء الله يعني بعدها نتكلم في وقت يعني يكون في عندنا متسع من الوقت نتكلم في قضيه الصدقات دي، هي قضيه كبيره جدا. ربنا يا رب يجازيكم جميعا وعن كل من بيفكر ان هو يعمل اي عمل خير. بنتكلم على ان احنا في شعبان، ان احنا ممكن في شهر شعبان ان احنا نقدر نعمل ايه قبل شهر رمضان، وازاي ان كل واحد احنا مثلا بنفكر قبل رمضان يعني ان شاء الله ناويين نعمل كذا، وان شاء الله عندنا عزومات كذا او كذا، حط من ضمنها اعمال الخير، حط من ضمنها اذا كنت انت هتقدر تعمل ايه كل واحد قدر استطاعته. يمكن كانت في حاجه كده قريتها النهارده او سمعتها، جاني فيديو على الواتساب وكان بيتكلم برضو عن الصدقات، وكان اخرها جمله حلوه قوي يعني لفتتني وعجبتني، ان خليك محسن. طبعا جزاء الاحسان الا الاحسان، ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول كده. فبيقول يعني في اخر الكلام اللي بيتقال في الفيديو ان انت خليك محسن حتى وان لم تلقى احسانا. هو انت عايز جزاء الاحسان من ربنا ولا عايزه من الناس؟ وهي دي الحقيقه. ممكن ناس كتيرة بتقابل الإحسان بالإساءة من بعض الناس، يعني أنت بتحسن لحد ولكن بتقابل إحسانك ده بإساءة منه، فيضيق صدرك، تبقى مش عايز تكمل ده تاني. ساعتها لازم تتذكر، وأنا بعمل ده كتير مع نفسي، لأن ممكن كتير يعني ربنا يرزقني بأن أنا أكون في بعض الأحيان، يعني ربنا يا رب يأجرنا جميعا، إن إحنا ممكن نعمل حاجة ونقابل ده بالإساءة. ساعتها الواحد بيتذكر هو بيعمل ده عشان الناس ولا بيعمل ده عشان ربنا سبحانه وتعالى. كتير يعني صدرنا بيضيق من حاجات كتير قوي، فساعتها بنحتسب عند ربنا سبحانه وتعالى. ولا طالما انت بتحتسب وطالما ان انت بتتذكر ان الاجر هيكون عند ربنا سبحانه وتعالى، فتاكد ان انت هترتاح، تاكد ان انت الاجر فعلا هتاخده لن يضيع. انت بتتعامل مع ملك الملوك، بتتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى الحكم العدل، بتتعامل مع الرحمن الرحيم الحنان المنان. ولو قلنا هنتكلم كتير، فخلينا من دلوقتي كده يعني تذكرة سريعة كده حبيت أقولها لكم في بداية حلقتنا، إن إحنا نتدرب على ده ونحط نشوف إحنا هنتعامل إزاي. وياريت يعني وأنا منكم بذكر نفسي والله برضو، إن إحنا نحط من ضمن هدفنا في رمضان وإن إحنا نعمل عمل صالح، إن إحنا قدر استطاعتك، مش شرط تكون الصدقة، لو مش قادر الصدقة ممكن تصدق بشكل أو بآخر، وهنتكلم عن ده إن شاء الله باستفاضة بعد كده بإذن الله. احنا النهارده هنكمل حصادنا، احنا بدأناه في حلقتنا اللي فاتت اول امبارح يوم الاربعاء، وكان يعني على فكره احنا طبعا يعني عايزه اقول لكم على حاجه، ان انت تاخد
يعني 3 سنين شغل، 3 سنين وطلعه في حلقتين، فهو يعني اكيد حاجه صعبه جدا. طبعا بشكر محمد عبد الرحمن مدير التحرير البرنامج، هو تعب جدا جدا في ان هو يحاول ان هو يقطع الشغل ويطلع في يعني يطلع الاجزاء اللي انتوا هتشوفوها واللي انتوا شفتوها اللي فاتت. ربنا يا رب ياجره. محمد طبعا على طول تعبان معايا جدا بصراحه يعني، فان شاء الله ربنا ياجرك يا محمد. ان انت تطلع جزء قدر امكانك في حصاد حلقتين، مش هنقدر نطلع اكتر من حلقتين بس. والحصاد زي ما قلت لكم في حلقتنا اللي فاتت هو كشف حساب بنقدمه لحضراتكم. يا رب نكون دايما عند حسن ظنكم، وربنا يعني يتقبل منا صالح العمل ويأجرنا عنه. وان كنا قصرنا بقولها تاني يا رب يعني يغفر لنا ويسامحنا عن غير قصد اكيد طبعا يا رب. وان شاء الله اللي جاي يكون في تفعيل اكتر لكل اللي احنا بنشوفه مع بعض، ويكون في حملات اكتر، ويكون في ما هو ينفع الناس يا رب العالمين يعني بمساعدة كل الكائنات الجادة المحترمة. حاولنا قدر إمكاننا نحن نطلع يعني استطاعة اللمحات من يعني أفضل أعمالنا أو أقوى الحملات اللي احنا حابين نحن نشتغل ونفعلها علشان نشوفها مع بعض ونشتغل عليها بعد كده. وده طبعا بمناسبة مرور 3 سنين على عمر برنامج مصر أحلى على قناة المحور. وهنبتدي النهاردة بما أننا بنتكلم على أن احنا في أول شعبان، هنبتدي بحملتنا رمضان أحلى بنفع العباد. وعلى فكرة رمضان السنة دي هيكون بإذن الله تعالى ده رمضان الرابع لينا في مصر أحلى على قناة المحور، إن شاء الله يا رب دايما إلى أن يشاء رب العالمين. وعلى فكرة كتير ممكن بنتكلم عن حملات كتيرة هي حلوة جدا أنا بحبها ومن أنفع الحملات، ولكن حملة رمضان أحلى بنفع العباد ليها إحساس خاص. كنا يعني حتى في رمضان اللي فات كنا 30 حلقة وكلها كانت خارجة، كلها في الشارع يعني، وكلها في أماكن مختلفة، ورحنا مناطق عدة، ورحنا قرى في محافظات مختلفة، وكانت متعبة جدا جدا وشاقة جدا عليا وعلى زمايلي في كل كرو مصر أحلى. وقد إيه تعبنا يعني حسينا بمجهود يبان علينا قوي في آخر رمضان، ولكن والله العظيم كان من أمتع الشغل، وكان من أمتع الحاجة إن أنت ترجع يعني ممكن الأذان يدن علينا، مغرب يدن علينا، وأحيانا نلحق يدوب نفطر، وأحيانا ما بنلحقش نسحر الفجر يأذن علينا، ولكن كان في حاجة أنت بترجع بيها، انت بتعمل حاجه يعني على نفع البلد. حتى يعني كنت كانت مساله ان احنا ما بنلحقش نصلي القيام، ودي كانت اول سنه ما صليش القيام في المسجد، ولكن حسيت ان انت عملت حاجه قيمه جدا. ممكن تبقى يعني بتصلي في المسجد، ولكن قيمه ان انت تنفع حد من الناس، او قيمه ان انت تفرح حد، او قيمه ان انت تكون سبب في ده، فاكيد اكيد اكيد ان شاء الله يكون ليها اجر كبير عند ربنا. يا رب يعني يكون تقبل منا ويكون يعني اجرنا عن ده. خلي بالكم يعني في الاول وفي الاخر كل اللي احنا بنقدمه هو فضل ومن واحسان من عند ربنا سبحانه وتعالى علينا. احنا مجرد سبب، ربنا جعلنا سبب. ومش مثلا، خليني اكون صريحه اكتر معاكم، مش مثلا ده انا اتعمل عشان انا طيبه ومش عارف وبحب الخير او ما شابه او كل الحاجات اللي ممكن يعني من طيبه قلبكم تقولوها لي. والله ابدا، والله بقولها صدقا، هو فضل من ربنا فقط. يعني ان ربنا يجعلك سبب، يعني قد ايه ربنا كريم، ربنا يجعلك سبب وبعد كده يأجرك، ياه يعني قد ايه ممكن يكون ربنا كريم بالشكل ده ويكون حنان منان لدرجه ان هو يجعلك سبب. انا ممكن ما يجعلنيش سبب حتى لو انا طيبه او حتى لو انا حابه الخير، ولكن انه يستفيق وان هو يختارك وان هو يتفضل عليك ويمن عليك ويجعلك سبب في ده، فهو دي النعمة الكبيرة اللي ربنا رزقنا بيها. ويا رب فعلا يكون بيتقبل منا ويحسن دايما عندنا النية، دايما نقول يا رب، لأن الخوف كله ان انت ممكن تتعب وتجري وتعمل وفي الآخر يعني يكون كل ده يعني يضيع هباء، لأن انت ما عندكش صدق النية. أتمنى ان ربنا دايما يرزقنا صدق النية وحسن نوايانا يا رب العالمين في نفع عباده. احنا نبتدي دلوقتي بحملتنا رمضان أحلى بنفع العباد، وبعد كده نرجع ان شاء الله نكمل بقية حصاد. اهلا بيكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامجكم مصر احلى. ربنا سبحانه وتعالى بيدينا هديه كل سنه، هديه رمضان. رمضان شهر العتق، العتق من النار، شهر المغفره، شهر الرحمه، شهر قبول الدعوات، شهر الصدقات، شهر الرحمات.
رمضان الهدية اللي ربنا بيبعتها لنا. أتمنى من ربنا سبحانه وتعالى إن هو يجعلنا السنة دي من عتقائه يا رب، كل لحظة في رمضان إن احنا نستغلها. والنهاردة هنخش المصنع معاهم ونخش المخزن ونحاول إن احنا نساهم معاهم كالمتطوعين الموجودين، ونساهم معاهم في تعبئة الكراتين اللي هتروح للناس المستحقين. نزلنا مع بنك الطعام المصري بفكرة جديدة لإفطار الصايم. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك؟ كل عامل ايه؟ كل سنة. كل سنة طيب. عامل ايه؟ احنا كل يوم بنجي ناخد مائدة الرحمن من هنا، بنفطر احنا ست مفرنا مع بعض شغالين في الامن، بنجي ناخد فطارنا كل يوم زي الفل من هنا. حلوة فكرة ان انت تيجي تلاقي مائدة قريبة هنا لا دي عزومة. عزومة اسمها العزومة. مائدة كفانا مائدة الرحمن. ايام مفترقه وايام حلوه علينا كده يا رب، ربنا يستر عرضك يا رب بحاجه يا لب. سلام طيب اقعد عليك اليوم بخير. النهارده ان احنا ازاي نضرق الجوع، ازاي نساهم في ان احنا نفطر مسلم النهارده في رمضان افطار الصائم، زي ما اخبرنا بيه الحبيب المصطفى ان انت بتاخد اجر الصائم دون ان تنقص من اجره هو شيء. ازيك يا حبيبتي؟ ازيك؟ كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه. مبسوطه؟ مبسوطه ومحمد. اسمك ايه؟ نعمه. ربنا يكرمك يا نعمه، كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا حبيبتي، اديكي الصحه. اديكي انت كمان الصحه. روحي حد يا رب. يا رب يا رب، احلى دعوه دي. يا رب. النهارده في محافظة البحيرة دمنهور في قرية منشية نصار، بناء على اتصال جالنا من الأستاذ ضياء مجاهد رئيس جمعية على خطى الحبيب المصطفى، اللي هو قال لنا إن هو في عندنا في القرية دي، عندهم في القرية حوالي أكثر من 200 أسرة مستحقة محتاجين للغذاء وملابس للأطفال والأولاد طبعا والشباب. إحنا جينا هنا بالتعاون مع مجموعة شركات سما برئاسة الدكتور حسن راتب، اللي بصراحة بيتعاون معانا من أول بداية حملتنا رمضان أحلى بنفع العباد، واللي أول ما اتصلنا بيه وقلنا له على ان القريه هنا محتاجه او اي قريه بنقول له عليها محتاجه، هو بيمدنا على طول بالاحتياجات اللي احنا مستعدين ان احنا نقدمها للناس. شكرين والله، انتوا كلكم بركه، ربنا يخليك. الله يبارك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة حضرتك وانتم طيبين وبخير وبسلامة. دول أولادك؟ ودول عيال بنتي، أم وأب، أبوين. باباهم وماتوا مش موجود؟ أي ماتوا في حرس. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا ام؟ الله يكفيك شر المرض ويحبب فيك جميع ما تولى عليه ويجعل في وشك جوهره وفي حلقك سكره ولا يحوجك ولا يذلك ولا يضيمك ويجعلك كده من الكسبانين ومن الفرقه اليمين. ربنا يكرمك يا امي. الله يخليكي ونفرح لك بالسعاده اللي بلا نكاده يا رب، ويحبب فيك خلقه حتى الحصى في ارضه يا رب، ويهدي لك العاصي ويحنن عليك القاسي بس يا رب، ويوعدكم كده بزيارة الرسول. ربنا يكرمك. ودي احلى دعوه جات لي على المغرب، يعني مش قادره اقول لك قد ايه اسلكتي صدري. انا حندعي لك من ان نصلي الفجر بصدع عمر. ما شاء الله والله. ما شاء الله. ربنا يديك الصحه. بيجي الرجاله ياخذوني بصدع عمر اصل ما بنشوفش. ربنا يديك الصحه. ربنا يجبرك ويكفيكي شر ظلمهم ولا تنحوجي ولا تنزلي لحد ابدا. الله يخليكم يا رب. الله يفديكي ويحنن عليكم القلوب القاسية والروس العاصية. بركة وإن شاء الله والدعاء. احنا جايبين لك بقى هدية حلوة كده على العيد تلبسيها على العيد. كل سنة وحضرتك طيبة. إن شاء الله. إن شاء الله. دي عباية؟ نعم. دي عباية؟ عباية؟ اه. طيب. كده؟ كله حلو، كله حلو من إيدي. ربنا يكرمك. ربنا يكرمك ويغطيك بالستر. يا رب. تتغطي بالستر يا رب. حياة حبيبك النبي. كل سنة وأنت طيبة. ويطعمك ما يحرمك من الستر يا رب. سنة وأنت طيبة. طيبة وعد عليك بخير. رمضان كريم. الله واكرم. كل سنه طيبين. النهارده الدهشه الدنيا حر بس بقى انتوا تستاهلوا ان احنا نجي لكم لحد هنا. خليك يقعد عليكم بخير يا رب ويخليكم لنا. خليكوا يا رب. كل سنة وانت طيبة. طيبة. طيب. اتفضل. احنا جايبين لكم كده حاجه بسيطه بمناسبه رمضان. كل سنه وانتم طيبين. وفوانيس لاولادي الجميلين دول، اولادي جمال دول، ما شاء الله ربنا يحفظهم يا رب. لبس العيد؟ لسه. طب احنا بقى جبنا لك لبس العيد. طب جبت فانوس رمضان؟ احنا اشوف فاضل صحتك كام يوم على رمضان بس نلحق نلعب بالفانوس، نلعب بيه بعد كده لان هو لعبه فانوس. نشوفها مع بعض.
النهارده دار رفقاء النبي بالزاد الشهري من المقدم من بنك الطعام المصري، وايضا مجموعه من العصائر والبسكوتات، الحاجات اللي ممكن تكون بسيطه وما شابه نقدمها لامهاتنا هنا واهالينا. جينا ندور على اكتر حاجه فعلا نحس ان احنا بنقدم فيها نفع للعباد. جينا النهارده نشوف اهالينا امهاتنا دول ازاي نقدر نقدم لهم هديه بسيطه، وازاي ممكن حتى نقدرهم ولو بطبطبه وبالسلام عليهم وان احنا نتكلم معاهم. تعالوا معانا نشوف اهالينا من المسنات في دار رفقاء النبي، ويا رب النهارده نقدر نقدم لهم بسمه سعيده او حاجه صغيره تقدر تسعدهم. تعالوا معانا نشوف. اهلا وسهلا يا حبيبتي. اهلا وسهلا. كل سنه وانت طيبه. صحتك يا بابا حبيبتي قلبي من جوه. انت اللي حبيبتي، ده انت اللي حبيبتي. بسال عليك كتير قوي قوي. ازيك يا بابا؟ ازيك انت يا امي؟ ازيك يا امي؟ اللهم بارك لك وسعودك وسعودك. يكرمك ويبارك فيك. يخليك يا اختي. الله يخليك يا حبيبتي. بصيتك العافيه يا اختي. النبي يا اختي بصيتك العافيه. ربنا يخليك يا اختي ويديك الصحة. ويديك الصحة يا حاجة يا رب. صحة بجسمك وعينيكي وكلك. ويخليكي ويديك. الله على الدعوة الجميلة يا أمي، ربنا يكرمك. يخليك ويديك يا أختي. اللهم لك الحمد والشكر يا رب. السلام عليكم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. النهارده احنا هنروح دار الرعايه المتكامله لدار المسنين بالخنكه، نقعد نقضي يومنا مع ابائنا وامهاتنا وندخل الفرحه والبسمه على قلوبهم. هنقدم لهم هديه بسيطه. السلام عليكم. وعليكم السلام. كل سنه وحضرتك طيب. انت طيبه يا ستي. جزاك الله خير. هديه كده بسيطه مننا. نعم. هديه بسيطه مننا. الله يبارك فيك، كتر خيرك. كل سنه وطيب. الصحه والعافيه يا رب. ربنا يرزقك على خير الخير ان شاء الله. يشفيك ويعافيك يا رب. الله يبارك فيك ستي. السلام عليكم. فرحتي. جينا النهارده في العياط علشان نزور دار الايتام ام المؤمنين بالعياط.
النهارده نازلين دار ثانيه قافله الخير بالتجمع الخامس، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال انا وكافل اليتيم وكهتين في الجنه. الكفل بس مش معناه الدعم المادي، ولكن ايضا الدعم المعنوي. زي ما انت بتقدم بيحتاج منك اي انسان دعم معين او احتياج معين، ايضا الاحتياج النفسي والمادي مهم جدا. والرسول صلى الله عليه وسلم لما اوصانا باليتيم، والحبيب المصطفى نفسه كان يتيم، يعني اكرم الخلق واشرف الخلق كان يتيم، وقال ان هو يعني ان انت تكون رفيقه في الجنه اكيد دي حاجه كبيره جدا. تعالوا معانا نشوف دار قافله الخير ونقعد ونفرح باولادنا ويفرحوا بينا. تعالوا نشوف. النهارده جينا ندخل السرور على اهالينا من باب فك اسر الغارمين، اللي احنا من ضمن حملاتنا. كل حمله احنا بنعملها طول السنه بنحاول نفعلها اكتر في رمضان، وهي من باب ادخال السرور على عباد الله وادخال السرور ونفع العباد. فاحنا النهارده جينا من باب الغارمين. باب الغارمين احنا جينا النهارده مع مؤسسه مصر الخير في جزيره بين البحرين لست وفاء. ست وفاء الحمد لله تم فك اسرها، ولكن عندها احتياجات اخرى. بس احنا بقدر امكاننا، انا عارفه الناس كل اللي احنا بنروح لهم عندهم احتياجات كتير قوي، بقدر امكاننا بنحاول ندخل الفرحه ونشوف احتياجاتهم، ربنا يرزقنا برزقهم. عملت ايه عشان الدين ده جه ايه؟ اشتريتي اجهزه ولا روحتي عملتي اجهزه؟ جبت اجهزه وبعتها. بعتيها عشان برضو علاج امك؟ عشان علاج والدتي. بعد ما عملوا عليكي بقى، رفعوا عليكي القضيه وخدوا حكم بكام سنه؟ يعني رفعوا عليكي قضيه، انت قلتي كام؟ 11 قضيه؟ 150,000 جنيه. وخدتي حكم 6 سنين، دخلتي السجن؟ 6 سنين. اتحبس يعني 6 أشهر، 3 في 3. كان كل أمل إن والدتي تعيش، لأن بصي يعني أنا كان عندي والدتي دي لو علم من عينيها تروح ويا لأ، لأن هم ماليش غيرها، واتبهدلت برضو من بعديها. لا يا حبيبتي انت ما اتبهدلتيش، انت زي الفل ودعاها، لأن انت برا. احنا بقى مش هنعيط. بصي دعاء الأم بيفضل حتى بعد ما تموت. الحمد لله. وخلي بالك الابن البر او البنت البر ربنا سبحانه وتعالى بيكرمه دنيا واخره. الحمد لله. انت ما بهدلتيش، شوفي ربنا بعت لك اللي يقف جنبك واللي يساعدك واللي يساندك، وانت مش لوحدك. احنا جايين كلنا كده النهارده كده، مصر الخير معانا ومصر احلى، وجايين لحد عندك هنا علشان نقول لك وسام طيب ونفرحك. وسام طيبه ونفرحك، ومش عارفه اقول لك، نفسي اكرمك واحطك في قراصي. ربنا يبارك لك يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه طيبه. وانت بصحه والسلامه. انت طيبه. انا سامع. اتفضل. الحكاية والدنيا بدأ ازاي واتحكم عليكي بإيه؟ هي بصراحة حكايتي طويلة شوية في الشأن، لفة غيرك. هو كنت أنا أول حاجة احنا يوتا مع أم وأب يعني من زمان وكده، وكان معانا آخر واحدة ليا أختي، فأنا ساعدتي في جهازها وكده. فطبعا كان معتاد إن أنا مضيت، فاهماني؟ وفي ناس ما يعني أنا كمان في واحدة ضمنتها عند كذا حد فسابتني ومشيت، غرقتني برضو ومشيت. ده من ضمن الدين. ده هدية بسيطة. كل سنة وأنت طيبة، يا رب تطلع على قدك بقى يا عباية. ربنا يسعد قلبك. شكرا لذوقك، ربنا يخليكي.
ضمن الحاجات اللي احنا بدأناها من رمضان اللي قبل اللي فات وكانت أول ما أطلقناها كانت حملة ستر بناتنا. حملة ستر بناتنا كنا بنستهدف منها أكتر من حاجة، إن احنا بنقدم جهاز العروسة لبنت من بناتنا من أهالينا المستحقات، إذا كانت يتيمات أو مستحقة بنقدم لها جهاز العروسة. ويمكن قلنا وقتها إن زي أي بنت في أي عيلة بتحتاج للجهاز وقت ما بتيجي تتجوز بنقدم لها هدية. احنا النهارده جايين نقدم لك هديه العروسه زي ما بنسميها هديه عروستنا، وجايبين لك الحاجات اللي يا رب تكوني فعلا تساعدك وتفرحك يا رب. ربنا يا رب يخليك ويقدرك على فعل الخير ودايما يا رب تعملوا الخير لينا ولغيرنا. زي ما قلت لكم في اول رمضان حمله ستر بناتنا، واللي احنا قلنا هنجهز فيها بمشيئه الله 1000 عروسه جينا لحد هنا في الكوم الاحمر علشان ربنا سبحانه وتعالى يجازينا عن ده خير وان احنا نشوف فرحه بناتنا وفرحه اهاليهم. هنيجي لحد هنا وهنحاول بقدر الامكان ان احنا نرسم على شفايفهم وعلى قلوبهم بسمه. السلام عليكم، مبروك يا عروس. كل سنه وانت طيب. رمضان كريم. الله اكبر. مبروك الهديه بتاعت العروس. يا رب يخليك وما تحرمش منكم ابدا. طبعا بشكر كل زمايلي من اول محمود مصطفى المخرج وعلي اسواني المونتير ومحمد خليلي مساعد المخرج وطبعا مصطفى حاتم مساعد المخرج ومحمد عبد الرحمن، كل دول يعني الفريق اللي كان شغال بيحاول يعني يختصر قدر الامكان عشان يطلع بعض الحاجات اللي تبين قد ايه فعاليات حمله مصر احلى او رمضان احلى بنفع العباد. ربنا يعني يجركم جميعا زمايلي، طبعا انتوا بتتعبوا ان شاء الله ماجورين باذن الله من ربنا سبحانه وتعالى. تعالوا بقى نشوف احنا على مدار السنه اللي فاتت، كل ده حصاد السنه اللي فاتت، يعني احنا خلصنا تقريبا سنتين وحصاد السنه اللي فاتت او كشف حسابنا. احنا كان خلال السنه كان جاتنا بعض الحالات اللي هي كانت طالبه استجابه من البرنامج ان هي تتعاون معاها، بعض الحالات اللي احنا ربنا كرمنا ورزقنا برزقها. تعالوا نشوف بعض الحالات اللي هي جت لنا خلال السنه اللي فاتت وان احنا بفضل الله ربنا رزقنا ان احنا نكون سبب في ان احنا فعلا نقدر نغير حالهم او ان احنا نكون سبب في ان احنا ربنا يجعلنا سبب في فرحتهم. تعالوا معانا نشوف تقريرنا ونرجع تاني. احنا
النهارده في دمنهور محافظه البحيره. جينا قبل كده من حوالي شهر او شهر وشويه في رمضان، وكان ربنا رزقنا بست سعاد، لو تفتكروا حالتها اللي كانت الاوضه بتاعتها لا كان فيها كهرباء ولا كان فيها مروحه ولا كان فيها اي ابجديات الحياه الكريمه. حتى رجلك اللي جت بعد الشر عنك، شر المرأة. ازيك ولا احوجك؟ ازيك يا اميره، يا اميره يخليكي ويفديكي وينجح مجدك ويحبك فيكي جميع ما تولى عليه. دخلنا أيوة الاوضه أيوة. المره دي بقى هنشوفها حاجه تانية. أيوة. يلا تعالي جري، قومي قومي اسندي عليا. السرير ده احلى حاجه في الدنيا، هو ده السرير. فرحانه انا كنت بنام على الارض يا حبيبتي، وحياه ربنا كنت يفرشوا لي حته حصيره وكرتونه ويمين الله. تعالي بقى اقعدك على السرير عشان تشوفيه. طيب اقعدي كده، بصي فوق في مروحه هنشغلها دلوقتي. اقعدي بقى. ما عشان انا هروح نصلي في الجام. ايه رايك بقى في السرير؟ ايه رايي؟ الله اكبر يا حلوه يا اختي. يطعمك ما يحرمك من الستر، ويخليك ويفديكي ويجعلك مستوره ويحبب فيكي جميع ما تولى عليه. فرحانه بالسرير، بركه النبي. بصي بقى المخده، الله الله اكبر. وده الفرش الثاني بتاعها، ده ربنا راضيني بيكي وبالحج وبالحج ديار. ربنا راضيني بيكي انت لا ربنا راضي عليا بيكم انتوا الاثنين. ربنا كرمك. انت في جست شفتي برجلك كده السجاده؟ ما هو ايوه، ما انا دوس على الله هتصلي عليه. نفرشك بقى، نجيب لك مصليه جديده حلوه كده. ساعتنا ايوه المصليه، ما هتجيب لك كده مش كده؟ ايوه انا بنصلي كده اهو. والسجاده بقى نظيفه وحلوه. الله على السرير بس. حلوه السرير. النهارده هننام بقى وتشخر. الله الله يخليك يا رب. الله يخليك يا رب. الله يخليك. النهارده في محافظه الاسكندريه، تحديدا في منطقه الورديان. جايين ليه النهارده؟ جايين علشان خاطر مروه. السلام عليكم. الله يكون في عونكم ويسلم. السلام عليكم. ازيك؟ اهلا وسهلا. ازيك يا مروه؟ السلام عليكم. ازيك يا مروان؟ ازيك يا ضمت؟ عامل ايه؟ الحمد لله. مالك مكسوف كده؟ ممكن تتكلمني في التليفون انت مش مكسوف. عامل ايه يا حبيبي دلوقتي؟ الحمد لله. انت عرفت خلاص ان احنا خدنا شقه وننقل فيها؟ صح.
هاي. مبسوط؟ مبسوط. عشان هتروح فين بقى؟ عايز تروح فين؟ عايز اروح الجنينه وعايز اروح العلاج الطبيعي وعايز اروح المدرسه بس. كل ده؟ دي حاجات بسيطه كلها خالص. نفسي اركب عجل. ان شاء الله يا حبيبي ربنا يشفيك ويعافيك وتركب عجل. وايه تاني؟ نفسك تلعب كره؟ ايه تاني؟ قلت له عمري ما لعبتش كوره. ربنا يشفيك ويعافيك يا رب. ربنا يشفيك ويعافيك ان شاء الله. ربنا يشفيك ويعافيك وتلعب كوره وتركب عجله وتبقى زي الفل. نفسي اخف وابقى زي العيال اللي بيلعبوا تحت. ان شاء الله ربنا يشفيك ويعافيك وتلعب معاهم يا حبيبي. السلام عليكم يا مروه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك عامله ايه؟ الحمد لله رب العالمين. مبروك الشقه. ربنا يبارك فيكي ويسترها معاكوا يا رب. انت عندك ولاد غير مروان؟ معايا بنتين. احنا جايبين لك بقى الحاجات بتاعت بنك الكيس، هنطلعها يعني في حاجات هنروح نوديها على الشقه الجديده على طول علشان السراير والغساله صعب ان احنا نطلع بيها السلم وتنزلي بيها تاني. فهنطلع بس الملابس والحاجات اللي هي ممكن تبقى هنا في البيت تبقى سهله ان انت تشيليها ونفرح بيها بقى من الولاد يعني. وبعد كده نروح بقى نودي الحاجات التانيه في الشقه. يعني يا رب نكون النهارده قدرنا نساعدكم يا ام مروان، وعايزين بقى نروح الشقه نشوف يعني نروح نودي فيها السراير والمفروشات الثانيه والغساله، وربنا يا رب تكون داخل تساعد عليكم وان شاء الله يبارك لكم فيها. ربنا يخليكم يا رب ويفرح قلبكم زي ما فرحتونا يا رب. والله فرحتوني جدا جدا، يعني بنك الكساء جاب لعيالي هدوم، يعني اول مره اقول الكلام ده، يعني ما بشتريش لعيالي هدوم والله الا في الاعياد. يعني سايله لك مش هنعيط. الحمد لله. والسراير دي والله يعني مروان عايز سرير لوحده عشان بيلبس الكبيره، ما بينفعش ينام جنب حد عشان لو نام جنب حد هيعوره. يعني انتي والله مش عارفين انتوا عملتوا ايه معانا. الغسالة دي انا بقالي كام سنة بغسل على ايدي يعني، والناس اللي ساعدوني واتبرعوني بالفلوس دي يعني عايز اقول لهم ان انتوا بقيتوني النهاردة في اسعد ليلة ان انا سددت الدين اللي عليا. إحدى السيدات اتصلت بينا في إحدى من فترة قريبة كده، اسمها الست سعاد، وقالت إن هي عندها 50 سنة وإن هي قاعدة وملازمة الفراش بقالها 15 سنة، وإن هي فعلا في حالة مرضية صعبة جدا لدرجة يعني أعزكم الله وعافاكم ويعافيها يا رب إن الدود بيخرج من جسمها. Thank you.
السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ازيك يا ست؟ الله يخليك. انا من رمضان يعني انا تعبانه لي 15 سنه ويعني مريضه يعني تعبانه. عملت عمليتين في الهلال الاحمر، ركبت مفصل وشلته تاني، عمل عليا صديد يعني بعد ما قفلوا العمليه عملت عليا صديد والعظم بتاعي يعني بيتاكل كل ما لو رجليا تقصر. العمليه دي عاملاها بقالي قد ايه؟ عاملاها بقالي 15 سنه. من 15 سنه لحد دلوقتي وانا قاعده على السرير ما بتحركش من على السرير. الو. ايوه. السلام عليكم دكتور ايهاب صفوت. ايوه فندم. دكتور ايهاب انا وفاء طولان مذيعة برنامج مصر احلى. اهلا وسهلا يا فندم. ازاي حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله. دكتور ايهاب احنا معانا حاله دلوقتي الست سعاد، هي عندها 50 سنه وعملت عمليه من 15 سنه في المفصل وربنا يعافيها يا رب. بتقول من ساعه ما عملت العمليه لحد دلوقتي هي عندها يعني تعب كبير وبدا في صديد لدرجه ان في دود خرج من مكان الحوض او من المعد. فنقدر ننقلها المستشفى؟ نقدر يعني حضرتك تقدر تساعدها ازاي؟ يعني عارفه حضرتك متعاون معانا وربنا يكرمك يا رب، فنقدر نساعدها ازاي؟ حضرتك انا بعت لحضرتك عربيه الاسعاف تنقلها ونشوف ندخلها ونعملها فحوصات اللازمه واللي هي محتاجاها تتعمل. ان شاء الله هتبقي زي الفل وهنوصل هناك وهتبقي تقف على رجليكي تاني وان شاء الله مش هيبقى في اي حاجه وحشه تاني. قبل وفاء يا رب اللي انت وصلتي له وجيتيني، يا رب يخلي لك اولادك وكتر خيركم اللي انت وصلتوا له وجيتوا. حسيت بفرحة كبيرة ان انا اقف على رجلي وعيالي يشوفوني، يعني انا واقفة زي اي ام كده قدامه. واشكر الناس كلها اللي مدت لي ايديها، ربنا يخليهم ويجازيهم كل خير يبارك لهم في ولادهم. والاستاذة وفاء برضك عملت معايا يعني واجب يعني ما يتعملش مع حد ابدا، يعني طيبة يعني بتنقل الناس من حال لحال، بتنقل الناس يعني من الضلمة للنور. Thank you.
النهارده عند بوابه مدينه الانتاج الاعلامي، وجينا النهارده بناء على استغاثه حاله قاعده هنا بقالها 4 ايام، هي من البحيره. اتصلوا بينا الامن وقالوا ان الحاله طالبه تقابلني شخصيا. اتعرف عليك الاول. انا اسمي فتحيه محمد الحاوي من محافظه البحيره، مستنيه حضرتك بقى 4 ايام. ربنا يكرمك. هو انا بس ببقى مش موجوده كل يوم هنا في المدينه يعني، فهم اول ما اتصلوا بينا امبارح بالليل احنا جينا على طول النهارده الصبح. ربنا يخلي حضرتك يا رب، انتوا فعلا برنامج مصر احلى بيك والله، ربنا يخليكي يا رب. قولي لي ايه الحكايه. مشكلتي ان انا ابني بقى له 4 سنين يعني تعبان، كان عامل حادثه يوم 2/7 ايام الثوره. ما خليتش مستشفى لا عام ولا خاص، يعني خد كل الفلوس اللي عندنا اتصرفت، وبرضه ما فيش فايده الا لجان حضرتك، وان شاء الله على ايدك الخير ان شاء الله. يا رب الخير ان شاء الله، وان شاء الله بس الف استاذه وفاء والله طول ما فيها ناس كويسين زيك ربنا يخليك يا رب، ربنا يكرمك. احنا ما كناش يعني نحلم باللي حصل ده. وطبعا دخل المستشفى بعد 4 سنين جري في مستشفيات مصر بحالها. دلوقتي انا فرحان وخالص والله، يعني الحمد لله على اللي انا فيه ده، يعني الحمد لله. انا حاسس ان انا اتقدمت شويه. بشكر طبعا البرنامج نفسه، مدام وفاء طبعا اللي وقفت جنبي فعلا. ويقول لنا الحقوني انا وبناتي بناكل من الزباله، هو ده اللي كان جديد علينا، وكان يعني عمل لنا زي ما بتقولوا كده ايه يعني وجع قلب واحنا موجودين على الهواء. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا ام فرح؟ الله يسلمك. جينا لك اهو زي ما وعدنا. يا رب يبارك لي. انا جيت لقيتكم يعني انا جيت على غفله ولقيتك انت والولاد بتعملي ايه بقى في الزباله؟ بلم زباله، بلم كرتون، بلم بلاستيك، وباكل وبشرب منها، ومعايا عيالي تعبت منها. سبتكي بتطلعي اكياس وفيها اكل؟ لقيت حبه كرنب مسلوقين. احنا ما بنشوفش اللحمه ولا الفراخ ولا اي حاجه دلوقتي. انا بقول لك لا يعني ده يعني رجاء انا برجهولك ما تنزليش هنا تاني ولا تجيبيش ولادك هنا تاني. طيب ممكن يلا نروح على عيني. روح معي. انت اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ حبيبه. طب يا حبيبتي ما تعيطيش ان شاء الله مش انت نفسك تروحي مدرسه؟ عايزه تروحي مدرسه؟ نفسك في ايه تاني؟ نفسي في حاجه تاني. قولي لي نفسك في ايه؟ احنا مين هيجهزنا؟
ضحكتيني. ان شاء الله تبقي حلوه وهتروحي المدرسه وهتاكلي اكل حلو. انت نفسك تاكلي اكل حلو؟ نفسك تاكلي ايه؟ الشوكولاته مويه وام دوكو. تاكلي لا نفسي تاكلك لحمه وايه؟ نفسي بابا بياكلش. بابا بياكلش. وصلنا دلوقتي لمدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، وزي ما قلت لكم في حلقتنا اللي فاتت وعرضنا المشكلة، يمكن أول ما نعرضها كان لأن كان يوم من سيول يوم الجمعة، وكان ده يوم حلقتنا، وقلنا إن احنا إن شاء الله هنكون موجودين معاهم. ده الحيطان مش هرخة خالص، والبيت كان تلتينه مية، جهاز البنات كنت مجهزة للبنات تلاجات وغسلات، ثلاث بنات كل واحدة حاجتها، كل الشيل شاله ومشي، شاله ومشي، والله شال شابين قدامي ومشي من قدام الشباك، والله شابين، والله كانوا جايين من سفر غرب يعلم بيهم أهلهم عارفينهم ولا مش عارفينهم، البيت عند محل العروسة تحت هنا اهو. شفتي الشابين وهم السلو ياخدهم؟ شفتهم والسيل بياخدهم وما عرفتش أعمل لهم حاجة، عطلتهم عطلتهم، ما قدرتش أنا بصة من الشباك وانبعتلت لقيت لك المية داخلة عليا من الحمام ومن تحت ومن فوق، البيت بتاعي إسرائيل والشرطة كده يعني، المية كانت مليئة، خدت بعضي وجريت طفشت عند ناس في العالي وقعدت عندهم، ومن ساعتها مش عارفة ادخل البيت، مش عارفة ادخل البيت. مليان مية؟ مفيش، ما المية دلوقتي نشفت بقى عشان خاطر عارفة تخش بقى السيل خد كل حاجة، لا بعد عنك لحد كده ومفيش حاجة في البيت. شفت السيل وهو جاي؟ شفتيه في أول السيل وهو جاي، ده كان طوفان مش سيل يا بنتي، كان طوفان مش سيل. وبعدين رئيس مجلس مدينة هنا مش عامل لها حتى حاجة، ما دخلش شاف هنا المرمطة والذل اللي احنا فيه. ان شاء الله ان شاء الله، بس تيجي تشوف البنت بتصور منظره. يرضي مين؟ يرضي مين من المسؤولين ان ابنه يحصل له كده او بيته يحصل له كده؟ يرضي مين؟ يرضي مين اللي قاعدين على الكراسي دولة وبياخدوا المرتبات العالية، ها، وما يقولوش ان هم واحد من الاهالي؟ يرضي مين واحنا ساكتين وبنقول حال مصر؟ صعب قوي ان صعب ان حد يفقد بيته ويفقد حياته في لحظه ويشوف اهوال القيامه دي ويكون هو ملوش ذنب فيها غير اهمال بعض المسؤولين، غير ان في ناس ما اهتمتش وفي ناس ما حسيتش ان في ارواح ناس هتروح وما حسيتش ان في ناس حياتها هتتدمر.
محافظة الفيوم تحديدا في الحديقة الدولية، جايين النهاردة نحتفل بتجهيز 250 عروسة بالتعاون مع بنك الكسا المصري وجمعية صلاح الدين أيوبي. طبعا زي ما انتم عارفين ان الحملة دي احنا اطلقناها من 3 سنين بالتعاون مع بنك الكسا وكل المؤسسات اللي دايما بتشارك معانا، طبعا ربنا يجازيهم كل خير، بس النهاردة احنا جايين نحتفل بشكل جديد والحمد لله. يعني وانا داخلة حسيت المكان فيه بهجة كبيرة جدا وفي عدد كبير من المسؤولين هيجوا يحضروا ويفرحوا ويفرحوا الناس اللي جايين النهاردة. برحب بكل السادة الحضور، برحب بأهالينا الكرام، برحب بعرايسنا الجمال، شكلكم يفرح ما شاء الله. يعني إذا كان أي حد حابب يدخل البسمة على قلبه النهاردة يجي يشوف المنظر اللي احنا شايفينه ده. برحب دلوقتي بأم العروسة مروة وبقولها ألف مبروك. ألف مبروك، ألف ألف مبروك ليكو، ونورتونا وشرفتونا، واحنا بنقول لكم متشكرين على العرايس الحلوه اللي انتوا ساعدتوها، وربنا يجعلكم في دايما في دايما دايما يا رب بكل خير. لقيتي الهديه فرحتي بقى ان انت؟ فرحت جدا، لان انا والدي كل يوم والتاني يقول يا ربي طب الحاجات غاليه، يا ربي مش عارفه ايه، يا رب ارزقني كده هوت. فالفرحه دلوقتي ما تتقدرش عندي. انت يسعد قلبك، يعني فرحتك لمستني قوي على فكره. الله يخليك الله يخليك. انا مش والدي عمل ايه، انا شفت والدي، شفت الدمعه في عين والدي النهارده، كان بيعيط بجد ومبسوط. هي والدتي ما جاتش معايا، بس هو اللي جه معايا وكان مبسوط، ما كانش مش عارف ينام من الفرحه ان انا هستلم الحاجات اللي انا لسه ناقصاني. بقى مبسوط قوي 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 ويبص الارض كده يقول الحمد لله يا رب الحمد لله. النهارده في محافظه المنيا تحديدا في مركز ملاوي، جينا لحد هنا النهارده علشان بنكمل حملتنا دفا الشتاء، حمله دفا الشتاء اللي احنا بدأناها من 3 سنين بالتعاون مع بنك الكساء المصري. كل سنه وانتم طيبين. احنا النهارده جايين نقول لكم سنه طيبين، ونقدم لكم مع بنك الكسا هديه الشتاء بطانيه، يعني حاجه كده ان شاء الله رب كده تسعدكم وتكون حاجه بسيطه كده تفرحكم ان شاء الله. طيبة وتعيش وتيجي، كل سنة وانت طيبين وتعيش وتيجي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اسم حضرتك؟ فتحية محمد أحمد موسى. كل سنة وانت طيبة. وانت طيبة يا أمي، يعد عليكم بخير ويكفيكم شر العيا والمرض ويستر طريقكم ويقويكم على فعل الخير يا رب، يبارك فيكم ويكفيكم شر العيا والمرض. كل سنة وانت طيبة. كل سنة وانت طيبة. وانت طيبة ويعد عليكم اليوم بخير ويرفع رايتكم ويجعلكم فوق الفوق يا رب، اللهم آمين يا رب. يرفع رايتكم. ودي بقى بطانيه حلوه، ايه شوفي لونها حلو ازاي. طيب البطانيه دي حلوه ازاي. يلا يا رب يديكم الحجه ويجعل مراتبكم يا رب. أنا وانت طيبة يعود عليك بخير يا رب، يصلح مصر يا رب ويخلي شباب مصر ويصلح حالكم، يبعد عنكم الوحش يا رب ويخليكم ويحافظ عليكم.
بيبقى حظك طلع في بطانيه حلوه. يا رب يصلح حالك. ده انت الحلوه مش البطانيه. ومجوكم هنا عندنا حاجه كبيره قوي. الله يصلح حالكم ياما. والله العظيم انتوا ناس جميله وطيبه ويهون اي مسافه واي تعب عشانكم. والله يصلح حالك ياما ويستر عليكم يكفوكم شر العيا ياما. اتفضلي. وانت طيبه يا فندم يكون في ميزان حسناتكم وربنا يخلي كل من بعد بطانيه وغطى الغلبان الله يكفي شر المرض ويكون في ميزان حسنات ويفرحوا بعياله تاني وتاني يا رب ويجعلها سنه بيض عليكم وعلى ليكم وعلى اللي بعت لنا البطاطين دوت. النهارده في محافظه الاسماعيليه دلوقتي تقريبا امام الكنيسه الانجليزيه بالاسماعيليه. جينا النهارده دعم لاخواننا المسيحيين اخواننا الوطنيين المصريين. جينا لحد النهارده مش عشان بس نقدم دعم المادي من القافله اللي جايه من بنوك الخير، ربنا يبارك فيهم ويا رب ويبارك في كل من بيساهم في بنوك الخير اللي هم جايين النهارده معانا بطاطين، معانا سراير، معانا مراتب، معانا معلبات، معانا كل الحاجات اللي يحتاجوها اخواننا المسيحيين في الصيام دلوقتي اللي هي الطعام الصيامي، وايضا معانا ملابس ومعانا مفروشات ومعانا كل الحاجات اللي ممكن يكونوا محتاجينها في الوقت الراهن ده. والقضية ان احنا مش جايين النهاردة كدعم زي ما بقول بس الدعم المادي او الدعم الاحتياجات الاساسية، ولكن ايضا او الاهم ان احنا جايين للدعم المعنوي، جايين نقول لهم احنا معاكم. مش مننا يعني اللي عملوا كده، دول مش مننا احنا. احنا اخوات مع بعض في وسطيهم وحبايب بنحب بعض، لكن اللي هم بقى يعني كانوا بيعملوا التهديدات او بيعملوا الافعال الصعبه دي ما هماش مننا. ده ارهاب يعني. قاتلين 10 ويخش يحرقوهم في البيت ويموتوهم وهم مش يعني مش عارفه يعني قلبهم ازاي، والاخر لا اطلع مش عايزين. ربنا هيردكم تاني سالمين باذن الله ويحفظكم ويحفظ مصر، وان شاء الله مصر امنه ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا رب يحافظ على الرئاسة ويحافظ عليكم كلكم. واحنا جايين لحد يعني حد حضرتك هنا نسلم على عيني وراسي. انتوا تشكروا لجميلكم على راسنا دي، انتوا ما خليتوش حاجه لما جبتوها لنا، الدواء والعلاج والاكل والشرب واعتناء والشقق وكل حاجه، يعني عايزين ايه زياده عن كده؟ لينا يا رب ويحفظك وترجعي ان شاء الله سالمه. وانا احنا بنعتذر لكم وبوس على راسك. لا ابدا صدقيني ابدا، ده انا زعلان على تعبكم معانا. احنا تعبانين، احنا جايين لحد عندك النهارده عشان يعني ان شاء الله مش هيحصل حاجه وحشه. ما كانش كده ابدا.
النهاردة احنا جينا دار ايتام ظروفها مختلفة، وبصراحة احنا جيناها بناء عن استغاثة احد المشاهدين اللي بعت لنا استغاثة بيقول لنا ان في دار اسمها الولاء والوفاء ظروفهم صعبة، الدار دي فيها كل الاطفال اللي فيها ذوي اعاقة. يا ماما بحبك، يا مفيد انا بحبك يا ماما. ربهم البيضه النقيه اللي بجد، اللي هو لما مجرد بتطبطب عليه، مجرد ما يعني بيحس بلمسه ايدك فهو حاسس قد ايه ان انت بتحبه. والله العظيم اقسم بالله العظيم انا فيا طاقه. اخترنا ان احنا نيجي في جمعية الباقيات الصالحات. ازاي حضرتك؟ كويس صحتك؟ الحمد لله. الحمد لله احسن؟ الحمد لله احسن. السلام عليكم. ازيك يا ام؟ ازيك يا حبيبتي؟ زعلانه ليه؟ بشوف ناس حلوين. طب اللي بيشوف ناس حلوين بيزعل؟ غصب عنه. لا ربنا يبارككم، يا رب يبارككم، يا رب يبارككم، يا رب يديك الصحة فوق صحتك. انت مبسوطة طبعا ان احنا جينا لك النهاردة؟ طبعا مبسوطة بينا. الدار منورة بيكم النهاردة. ده احنا اللي مبسوطين بيكم قوي. والله عارفة احنا فرحانين قوي 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 قوي. فرحانين بيكم قوي. واحنا كمان. جينا النهاردة في محافظة كفر الشيخ في بركة غليون، وتحديدا دي أول حاجة نكون فيها النهاردة، وإن شاء الله هنكمل وهنكون في كل محافظاتنا بعد كده عشان ندور على الحل ونشوف الحل بعينينا ونشوف واقع بيتحرك قدامنا. جينا النهاردة نشوف هل فعلا الواقع ممكن يتغير ولا مستحيل زي ما دايما بنقولها. ليه بركة غليون بالذات؟ بركة غليون اللي هي مفروض أكبر مشروع مزرعة سمكية في الشرق الأوسط، المشروع ده اللي هو ممكن يغير او يحط مصر على خريطة الانتاج السمكي على مستوى العالم. لابني وابنك وعجبني انك
أسأل المولى عز وجل أن يتقبل منا كل أعمالنا يا رب ويأجرنا عنها ويغفر لنا بكررها للمرة الثالثة. يعني هل إحساسكم اللي وصل لكم، أنا كنت بتفرج معاكم برضو على كل الحاجات اللي احنا شفناها دلوقتي مع بعض، يعني إذا كان حصدنا أو كشف حسابنا، وصل لكم نفس الإحساس؟ هو طبعا إحساس بيخليك عايز تشتغل تاني، إحساس بيخليك عايز تفعل كل الحملات دي تاني، إحساس بيخليك تحس إن الأمل موجود. ده الإحساس اللي وصلني، يا رب يكون وصلكم. إحساس بيأكد لك إن الواقع ممكن يتغير، مفيش حاجة اسمها مستحيل، ولكن بتكاتف الناس مع بعضها، ولكن بإيدين الناس اللي بتحطها في إيدين بعض. وده اللي أنا شفته يمكن مع تكرار مشهد كنت بشوفه، والله أنا كنت بشوف معاكم زي أي مشاهد عادي. طبعا زي بكررها تاني، مش كل شغلنا، ولكن بعض شغلنا اللي هو أعتقد إن هو إن شاء الله يكون مهم. أكتر الكيانات اللي كانت مشاركة معانا ومساهمة معانا وكانت إيديها بإيدينا كانت بنوك الخير، ربنا يبارك لهم يا رب، مجموعة شركات يونيفرسال، طبعا مصر الخير، كل الكيانات طبعا والأرمان، بس أنا بتكلم عن أكتر الكيانات اللي اشتغلت معانا كانت بنوك الخير ومجموعة يونيفرسال اللي هم معانا من أول يوم من البرنامج، بقالنا 3 سنين مع بعض وإن شاء الله مكملين. محتاجين إن الكيانات دي تكبر، محتاجين إن إحنا يكون معانا أكبر عدد. نتمنى من ربنا سبحانه وتعالى إن هو يرزقنا برزق عباده، كل من يطرق بابنا ربنا يرزقنا برزقه، بس الناس كلها تتكاتف، محتاجين كلنا. زي ما كنت بقول لكم في الحلقة اللي فاتت، قليل مع قليل مع قليل هيجمع كتير، والصدقة لا تنقص من مال العبد زي ما قال الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني كل الحالات اللي حتى اللي احنا شفناها اللي هي اللي بفضل الله ربنا كرمنا ورزقنا برزقها، الحالات اللي انت شفتوها اللي استجاب لها البرنامج، الحالات اللي دي ربنا رزقها يعني بشكل كان سبحان الله. هو حد بس ان هو مجرد ما اتشافت مثلا داخله، او شاف مثلا حد كان بيقول لنا حاجه وتلاقي ناس تانية تقول لك انا معاكم. طبعا كان في حاجات كتيره اللي ما شافش قبل كده الحلقات دي، في ناس كانت بتبرع للحالات دي وجات معانا، زي كان يعني مش متذكره الاسماء طبعا، بعض المشاهدين الكرام اللي هم متعاونين معانا من الاول، اللي هم جم معانا لحد الحالات دي وقدموا لها حاله مروان، قدموا لها مبالغ ماليه وساعدوها ازاي، وشفتوا قد ايه ممكن يكون احتياجات ناس بسيطه هي كل فرحتها وهي املها في هو دي حياتها. بس انت مجرد لما حد بيتعاون من هنا وحد بيتعاون من هنا يقدر يغير حياه بني ادم، وهي دي التنميه. هو مش بنتكلم على ان عندنا حالات يعني او ناس تصنف ان احنا مثلا برنامج خير او برنامج حالات، لا، هو المساله اكبر من كده بشويه كتير. احنا اذا كان هو التنميه، ما انت بتنقل ناس من دايره احتياج لدايره انتاج، او ان انت بتعفها، او ان انت بتسد حاجتها، فانت بتقلل او بتقلص الاعباء اللي موجوده على المجتمع. طبعا الى جانب حملاتنا التانيه اللي ما شفناش منها كتير، بس شفنا مقتطفات منها، اللي هي توفير فرص العمل، توفير المشروعات الصغيره، توفير يعني ازاي يعني توجد لبني ادم، او تكون سبب في ان انت تكون ستر لاسره. ربنا يا رب يجعلنا دايما ماشيين في الخير يا رب، ويكون لينا دايما يعني قدم ولينا يد دايما في الخير يا رب، ويجعلكم معانا دايما في الخير. يعني اتمنى ان يكون حصدنا او كشف حسابنا يعني نال رضاكم، وان احنا دايما نكون عند حسن ظنكم، وان انتوا دايما ايضا تتعاونوا معانا. محتاجين ان احنا ان شاء الله يعني نوسع يعني مجهوداتنا اكبر ونفعلها اكتر، عشان ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منه. واسمحوا لي قبل ما اختم مع نهايه كشف حسابنا او حصدنا، ان انا اجدد النيه بين يدي يعني اجددها تاني، كل دايما انا كل مره بجددها، ولكن اجددها دلوقتي على الهوا بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى، وحضراتكم تشهدوا عليا ان احنا بنجدد النيه ان يكون عملنا خالص لوجه الله تعالى، ويكون خالص وحب هذا البلد، ويا رب اللي جاي دايما يكون احلى ليكم، ويكون بكره احلى لينا كلنا، وتكون باذن الله تعالى مصر احلى، ونكون احنا سبب في نفع الناس ونفع عباد الله، ويكون ده اللي وصلنا لمحبه ربنا سبحانه وتعالى. ما تنسوش قعدتنا بكره ان شاء الله الساعه 12 ظهرا، واترككم في رعايه الله، وعم تصبحوا على الف خير.